عنده غيبتين، غيبة صغرى وغيبة كبرى. مرحلة جديدة من التعامل مع إمام بعيد. 70 عام كانت كافية لتخمير التجربة بالاتصال بشخص واحد. الأئمة سلام الله عليهم كانوا يدخلون بين الناس وكانوا يشاركون الناس في حديثهم، يحدثون الناس ويحدثونهم. نرى بأن أمير المؤمنين مثلا عليه السلام كان له مشاركة فعالة في مجالس العلماء. أمير المؤمنين كان يجلس مع الناس ويتحدث، يبين الأمور الحقائق، يجيب عن المسائل. كذلك الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام السجاد سلام الله عليه. ولكن أين المشكلة؟ المشكلة تأتي بالنسبة للإمام الحجة عليه السلام. هو ابن 5 سنين واختفى عن الأبصار. الإمام صحيح أنه احتجب عن الناس، ولكن وضع حلقة وصل بينه وبين الشيعة، منهم هم الوكلاء، فكانوا حلقة الوصل بين الشيعة وبين إمامهم. في عندنا وكالة عامة وعندنا وكالة خاصة. هذه الخاصة هي نسميها السفارة. السفير بمعنى الرسول، الرسول الواسطة بين الإمام وبين شيعته. سفير الحسين مثل المسلم بن عقيل سلام الله عليه هو رسول الحسين إلى الكوفة. وفي هذا اليوم نستخدم السفارة، كلمة السفارة اللي هي موجودة في الدولة، رسول من تلك الدولة يسكن في الدولة التي أرسل إليها، هذا معنى السفارة. لفظة السفارة نشأت في عهد الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف. والشيخ الطوسي من أين أخذ هذا الكلام؟ أخذه من كلام الأئمة سلام الله عليهم، شاف في كلماتهم موجود معنى كلمة السفير. مثلا هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختي: القائم مقامي والسفير بينكم وبين صاحب الأمر. شوف كلمة السفير. هنا الشيخ الطوسي أخذ هذه الكلمة، طلع لنا هذا المصطلح اللي هو يسمى باسم مصطلح السفراء الأربعة. في الواقع أن في مقدمة هذه الملاكات لاختيار السفير من قبل الإمام عليه السلام هي التقوى أولا وقبل كل شيء. الأمر الثاني هو العلم، أن يكون عالما، وأن يكون عالما لا يعني أنه أن يكون أعلم الموجودين مثلا. ونركز على ملاك ثالث مهم، وهو أن يكون السفير ذو إمكانية على قيادة المرحلة، كتمان الأسرار، كتمان حالة الغيبة. لذلك نجد أن السفير الذي اختاره الإمام عليه السلام قد تمتع بهذه الخصوصية. قد يتصور البعض أن مهمة السفراء هي هذه، أن يجمعوا المال ويوصلها إلى الإمام عليه السلام، أو يأخذون الأجوبة من الإمام ويعطونها ويقدمونها للناس. هذه هي جزء، يعني جزء من مهمتهم، وليست هي المهمة كلها. إنما مهمة هؤلاء السفراء هي قيادة مرحلة جديدة، مرحلة من التعامل مع إمام بعيد، مع قيادة غائبة. مهمة السفراء هي مهمة عقائدية، مهمة سياسية، مهمة اجتماعية، مهمة دينية، مهمة لتهدئة خواطر وأذهان القواعد الشيعية. واجب السفراء الأربعة أولا رعاية شؤون الأمة. لما الإمام غاب عن ناسه وشيعته بالعيون فقط، وكان هو موجود، ووجوده من خلال السفراء الأربعة.